اثمنه ديال الحدني كاين الحد دابا اللي كتمشى في السوق بزاف هي سبادا سبادا كرامال غامبا فهمتي هذا الحدني كيخرج ديالو بزاف والحد قليل هذا فهمتي تسمى هذا الحد هذا اللي كديوا دابا الناس في العواشر باش كيعدوا داك مسائل الحلوى ديال رمضان ديال العواشر فهمتي ما بزاف ديال السلعه قليله حاليا فهمتي بالنسبه الشطون كي دابا كي ملي 20 درهم فهمتي ثمن الشطون 20 درهم السردين عاود 15 درهم فهمتي الشراء العام ما كيطيحش الا 30 درهم 25 درهم هذا الثمن ديال الشراء اللي واصل به مش كتسمى ما بين وبين فهمتي الحوت زرا كاين شي حاجه في السوق اما الحوت بيض هو اللي قليل الحوت بيض شي جوده مزيونه بحال اللي كنديو دائما قليله ما كايناش جوده قليله حتى دابا ما دمرتني كاين فهمتي بزاف الناس ما كيخدموش الاغلبيه براكوس واقفين دابا ما خدامينش واحد فئه براكوس قليله خدام كل مدينه خدامين فيها 10 براكوس كاع 10 براكوس ديك الحوت اللي كيجيبو ما كيكفاوش حتى ديك المدينه كتوصلني هنا تطوان شي حاجه قليله مثلا دابا انا كنبيع شي عام من الحانوت هنا ما خداماش دابا انا كنبيع كتبارني كنوصل الحوت على من طنجه من العرايش من هنا مارشي من مارشي هذا الدلوحه فهمتي عاد باش كطبر ديك الحوت اللي غيكفاك بزاف السلعه اللي قليله بزاف دابا فهمت انا واخا موجود واخا الدجاج 13 درهم واصل هنايا الحمد لله السوق عامر كل شيء موجود الحمد لله الدوله موفره كل شيء لا ما كاينش يتسبق راس الحمد لله الخير موجود اجي في اي ساعه دخل عندك الورقه ديالك دخل تسقى الدجاج جداد ومشي بحالك ما كاينش اللي يهضر معك لا الخير موجود الحمد لله من هذا ما يخممش كل شيء موجود السلام عليكم بغيت نقول لك الخير موجود كاين بهذه الساعه فهمتي دابا كاين البطاطا موجوده ب 4 دراهم كاينه مطيش 4 دراهم الخير الحمد لله كل شيء موجود غير بنادم ما خصوش يتلهف على الشيء هذا ويقول ما كاينش راه الخير موجود فهمتي نطلبوا الله حنا الشيء كامل نطلبوا الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وصافي ما ي... اما الخير الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله والله الخير المواطنين بلا ما يعملوا الدحات وديك الشيء ديال اللهف بلا ما تير الخير موجود الحمد لله كل شيء موجود بلا ما بلا ما يتلهب يخرج على برا بزاف ويخرج يدحس مواطيات وراه الخير الحمد لله كل شيء موجود مطيش 4 دراهم الدجال كيعمل 5 دراهم عندك الخيار 5 دراهم فلفله كنعمل 6 دراهم جلبانه كنعمل 12 دراهم القوق 4 دراهم الجعده 5 دراهم القرع خضراء كنعملها 5 دراهم شويه الخضره موجوده الحمد لله الخير موجود قلت لك بالنسبه للزيتون الثمن ديالو كيبقى محدود لانه هو في الاول ديال العام كيتحدد الثمن ديالو كيبقى مسائل هكا بحال هذا 14 درهم هذه المده ديال 12 سنه كاين كحل ديال 16 درهم عاود يعني نفس الثمن يعني قليل الوقت فوقاش كيتبدل يعني ينقص يزيد الثمن ديالو كيبقى محدود ماشي مثلا بحال مسائل ديال الخضره كي على حسب السوق المارشي يكون الثمن بشحال كيصبح هنا الثمن ديالنا كيبقى محدود هذا